السلام عليكم، الله يسعد مساكم كل خير. كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. صلوا على النبي يا جماعة الخير، اللهم صل وسلم على نبي محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يسعد مساكم كل خير. مساك اسعد. كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. الحمد لله. يا هلا بالعيال. يا هلا بالغالين. يا هلا. هلا بصيل. تبغى وقتك تو مسوق هوا يا بعد. يا هلا العز. عاش. هلا عمو زيكا. هلا بالشيخ. شلونك طيب؟ بخير. يا ملا العز ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله عاش والله اصيل تعيش يا حبيبي يا ملا العز ما شاء الله تبارك الله فنجال ايش هذا؟ هذا فنجال الوناسه فنجال وناسه اي نعم مستانس اصيل ايوه مبسوط ومستانس لا بالحد يا علو دوم وياك حبيبي ايش بلاك؟ اليوم يا جماعه الخير عندنا اعلان لشركه شميم المتخصصين بالعطور ما شاء الله تبارك الله وعندهم عطر مميز وجميل جدا بالبداية الله يعطيك العافية الله يعافيك بالبداية أول ما تفتح البوكس كذا يطلع الشكل قدامك اللي هو العطر والعينة هذا طبعا العينة اللي هو الضمان الذهبي عندهم ضمان ذهبي يا جماعة خير تقدر تمسك هذا العطر تستخدمه وتجربه وتشوف الريحة جاز لك خير وبركة ما جاز لك الضمان الذهبي تقدر ترجعه وتاخذ فلوسك وهذا العطر يا جماعة خير شو؟ خذيت العطر مع البيت وش عطر؟ هذا هذا العطر باري انا خذيته مع البيت والله عجبني العطر وخذيته تكفى تكفى باري لا تقول شيء وش خلاص خذيت مع العطر عجبني العطر وخذيته مع البيت فداك 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 الله يسعدك فداك الله يسعدك ابد فداك والله فداي باري العطر عجبه العطر وين الحين؟ العطر معي بالبيت عندي بالبيت خلاص فده كبد يا حبيبي انت طبعا العطر يا جماعة الخير اللي هو إليجنت عطر إليجنت والله العظيم يا جماعة الخير ايه انه جبار هلا عطر هادي يا سلام ومن مكونات العطر التوت والصندل يا سلام والياسمين يا سلام ومكونات هذه بالنسبة لي انا تعجبه جوزك انت اي والله والعطر يصلح للرجال والنساء يا لكل جنسين لكل الجنسين يا سلام فالعطر اعجبا وخذيته مع البيت يا باري والله يسعدك والعطر الحين عندك بالبيت والعطر عندي بالبيت متى خذيته؟ امس البارح البارح طبعا هو لو عندنا اسبوع يا جماعه العطر هذا قاعدين نجربه حنا بس انت الله يهديك ايش تقول انه بيمطر بس بنصور طيب ها؟ بنصور العطر و... ليه تصور العطر يا اخي؟ اللي يبي العطر يبي يشوف العطر يدخل على الموقع حقها اللي انت بتحطه انت الا بس الموقع. بس نبي الشكل يعني ونبي ننزل صوره شكل العطر انا اروح البيت اصور لك اذا تبي اصور لك العطر اخذ انت العطر اي والله طيب شلون نعلن الحين شلون شلون تعلن هذا هذا يا جماعه الخير علبه العطر كذا يجي شكله كذا كرتونه هذا كرتون العطر واللي يبي يشوف العطر الاصلي لا غلط يا صي ما يصلح وش الطريقه الحين الطريقه انه يروح يجيب العلبه الله يهديك وعد وين تاخذ وخذ صحيح قديم هذه الحركات تجيب انا اتفق بعدين تاخذونه مني وتقولون لا ما تاخذه معك البيت غلط انك تاخذ عطر ونعلن عنه لا صحيح لا مو غلط غلط لا مو غلط مو غلط نبي نصور طيب نبي نصور الشكل نبي نتعطر منه وانت طيب تبي تشمون ريحته والليله وانت ماشي خذه معك تبي تشمون ريحته الا شم نتعطر منه ايش رايك؟ حلو حلو بيك حلو الريح شم شم انا كويس هذا ريحه العطر طيب تعطر منه قبل لا يجي يا سلام هذا الشيء غلط الله يهديك يا صيد يا حبيبي انصح انصح رحت عليه راح تجيب العطر عشان تعطر به نوريها العالم يشوفون العلبه يشوفون انه 100 ملي يتمتعون يا جماعه الخير صحيح العطر 100 ملي والعطر يجيك شكله دائري كذا يا اخي والله ما انت صاحي والله ما انت صاحي شلون نعلن؟ يا اخي ماني جايب العطر شوف لك اي طريقه نبي العطر بس نبي نصور نبي نتكلم عنه ليه؟ وش تبي تتكلم عنه؟ نوريهم الشكل الشكل يا جماعه الخير شرحت لك ايه يجي دائري نعرف انه دائري نبي نتكلم عنه ريحه العطر نبي نتكلم عن ريحه العطر من مكونات ريحه العطر ايه التوت ما يخالف ما يخالف جيب العطر الله لا يهينك هذا عطري هذا عطري شلون تبي عطري؟ انت صار لك يعني؟ اي صار لي خلاص احبه هذا العطر بالله تفهم يا صي يا حبيبي اسمع سمي حبيبي مشكلتك مشكلتي ابي العطر هذا عطري. يا روحي العطر لو بغيت تمشي بنعطيك انا ودي تعطيه اياه مزيكا خلاص اعطاك كلمه عن مزيكا جيب العطر نبي نصور
وين طالعه موسيقى ما تاخذونه ما ناخذ من الحلال اكيد يلا نقول كل الاثنين تاخذ ان شاء الله وانت رايح عن موسيقى يا ولد خلاص يقولك جيبوا انت بس احنا بس بنسوي الحين العطر مكان ما تتخيلونه وين ببيتنا وبغرفتي ومقفل الباب بعد ايه يطلع عاشرو لهالدرجه يا صيد ايه هذا خلاص انا اذا حبيت هالشيء ايه خلاص اتملك يتملكوا أيوة. والله تستاهل شوف والله تستاهلوا بس لما نصور نبي نتكلم عن العطر خلاص تمام تسمح ابشر واجيبه بس ترى قال كذا ما يطلع خلاص جاهز تاخذ ولا مشي اكيد ان شاء الله خلاص اعطاك كلمه يلا توكل عاش يبي نروح البيت يجيبه عاش ومتى خذاه؟ والله لا والله الكذب بنتكلم عن العطر يا جماعة الخير بس يجي من العبوة وصيل وعليكم السلام أحس بك أصيل تدري ليه أحس بك أصيل ناتف العطر راح يجيبه شو هالعطر بنعلن عنه يا سلام متى؟ الحين يا سلام طيب وينه؟ نقولك ناتف هذا طالع قيلة هذا يا أخي أقسم بالله صدق كذا ينفذ الحركات ليه؟ ليه ما انتظر طيب؟ ننتفوا مع بعض بقى العينة هذه هي العينة تنوخ تنوخذ؟ تنوخ والله ما بقى شيء هذا أخويان جمرك هذولا عاش أصيل عاش جبت لك من عطر نفس ما قلت لك من يجي دائري يا جماعة الخير نفس الكلام نفس الكلام وهذا ريحه ها يا سلام أوه يا سلام طيب الله فعلك ما شاء الله تبارك الله هذا يا جماعة الخير العطر اللي هو عطر إليجنت طبعا يجي 100 ملي يا جماعة الخير عطر جميل يا جماعة الخير وعطر مميز عطر يميزك يا جماعة الخير وعطر صيفي طبعا من تصميم المصممة العالمي اللي هو ثالث أفضل مصمم بالعالم كريستيان بروفنزانو هو المصمم يا جماعة الخير وشو؟ هذا أفضل مصمم في العالم الثالث يا سلام وهو اللي صمم هذا العطر يعني صمم معناته لما يقولوا لك عطور النيش ألا هذه عطور مو مستوحى من عطور ثانية لا هذا المصمم تعب عليه راح جاب مكونات وحط وسوى وعدل لين طلع بهذا الرائحة الجميلة يا سلام عز الله أنه عطر عطر جميل هذا العطر اللي أدوره من زمان هذه يا سلام بارد وبارد والنكهات يا سلام والله انا تعجبني عاد طبقات يوم يقول النكهه الا ترى ثلاث طبقات عندنا الطبقات الاولى توت وخوخ يا سلام كذا فاكهه عبين ينزل لك الصندل وخشب الصندل هذه ثم مسك يا سلام ما شاء الله تبارك الله طبعا هذا يا جماعه الخير من العطور الجميله ومميزه عندهم الاكثر مبيعا ما شاء الله تبارك الله اكثر من 10000 عبوه بيعه بالإضافة يا جماعة الخير إلى إعادة الشراء يعني في ما شاء الله تبارك الله من أكثر العطور اللي تعاد شراءه يعني يشتريها الزبون المرة الأولى ويرجع يشتريه مرة ثانية يطلبه نفس العطر هذا واحد من ثلاث عطور اللي صممها هذا المصمم يا سلام والمصمم طبعا صمم هذا وصمم ثلاث عطور أيضا بنفس البراند ولكن هذا العطر مميز عطر الفخامة أقول هذا يا ضاري عطر ما يختلف عليه اثنين يا سلام عطر إليجنت هي هذا عطر حلو واعجبني أنا أتكلم لك من تجربة حلو أنا أتكلم لك من تجربة هذا عطر صيفي عطر يميزك وبارد وهادي منعش يا لا سلام وصلتك الريحة هلا واصلة ما يحب معك شلون هذا المفروض يقعد باستراحة هذا لا يقعد بغرف بعد هذا بعد بلا أسلم اللي عنده جيوب أنفية بشرك أنا واحد من اللي عنده جيوب أنفية العطر هذا ما يعطبك أبد يا سلام أنا مشكلتي أخذ عطور جيوب أنفية تندمه تعطر أول خمس ثواني لكن هذا بارد وخفيف بارد وخفيف والشيء الثاني ترى كل اللي جون خلال الأسبوع اللي فات تعطر منه وجربوه صحيح والله ما عبوا يجيبون من الترلات يعني الله يعطني إياه كل واحد يلمح ها طبعا ضاري عنده مربع فروع إيه بالقصيم وبالرياض نعم أيضا يا جماعة الخير ترى في نقطة مهمة إذا أنت إنسان حاب تغير وتجدد من عطورك أنصحكم بعطر إليجنت
صراحة يا جماعة الخير استحق استاهل التجربة. صمموا ثالث أفضل مصمم بالعالم، بالإضافة يا جماعة الخير إن عطره هذا أو الريحة مميزة ما تشم عند أحد، وفواح وياصل قبلك ما شاء الله تبارك الله، يعني بتدخل المكان ريحتك تسبقك. عطر مميز ينفع للاستخدام اليومي، وينفع أيضا يا جماعة الخير للمناسبات، وأيضا ينفع للهدايا. تبي تهدون يا جماعة الخير ينفع ينفع للهدايا. طبعا أول ما تدخل على الرابط يا جماعة الخير أبوريكم بعض الكومنتات أو بعض آراء العملاء اللي تطلبوا منهم. ما شاء الله تبارك الله سهولة في التوصيل والعطور جدا جميلة. أنا جتني هدية عطر شميم اللي جنت ومرة حبيت الريحة، الريحة شيء خيالي. في كثير من التعليقات تقدرون تشوفونها بنفسكم يا جماعة الخير، بس تدخل على الرابط. نجي للشيء المهم يا جماعة الخير واللي هو كم سعر هذا العطر. العطر يا جماعة الخير زي ما انتم شايفين عليه خصم 195 ريال الآن، عليه خصم يا جماعة الخير بالإضافة إلى كود الخصم. يا كود سلام. الخصم يا جماعة يخصم لكم فوق الخصم خصم. يا سلام. بدل ما يطلع 195 يصير 165. يصير 165 كود الخصم اللي هو DHR. بالإضافة أيضا إلى الضمان الذهبي. الضمان الذهبي هذا شيء جميل. يا سلام. يعطونك عينة وجرب هذه العينة، جاز لك خير وبركة، وبإذن الله إنه بيجوزكم يا جماعة الخير. ترجع. يا سلام. خلال ساعة يرجعوا لك مبلغك ويستجعون هذا المنتج، وإذا أنت بتستبدله خلال ثلاث أيام بيستبدلوه. يا سلام. حتى تعاملهم يا جماعة يتعاملون بسرعة وبتعامل طيب. وهذا ندلدل على أنهم يبغون يكسبون العميل. يا سلام. الشراء ما هو أنا بيك تشتري مني وخلاص، لا أبيك تقعد معي يمكن سنين. يا سلام. العطر عندي شيء مختلف، شيء استثنائي. نعم. طبعا شميم يا جماعة الخير من 2017 موجودين بالسوق ما شاء الله تبارك الله. نقطة مهمة يا جماعة الخير، أيضا عندهم تابي موجود عندهم، إذا تبي تقصد العطر يطلع عليك بقصاد، وبالتوفيق لكم يا جماعة الخير، وعطونا رأيكم بهذا العطر بعد تجربة كامله. عليكم السلام. يا هلا ابو خالد. هلا بالزين. عندك من العطر الزين هذا. الله هذا الاعلان. هذا الاعلان. ان شاء الله تبارك. بس 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 بس. عطري هذا حق عطري لا تعب. متصر عطري. بس بختين خلاص. متصر عطري طيب. هذا لي. حلو. طلع حلام. هذا جيبه وش اللي عطري؟ وش اللي عطري؟ باسمك هو؟ اي باسمك. خلاص انا من اليوم رايح، هذا عطري، هذا العطر انا احبه. ابو الله انك تبطي يا قول. ما في شيء. اسمع تبي احترام احترام. تبي تقد احترام. والله؟ اي والله طلبت. كفو والله. كفو ابو خالد. اخذه مش اخذه من حيرفس هذا. الله يخلو الله يخلو ابو خالد. عندك العطر هذا؟ هذا العطر يبقى بالاستراحه. ابن ابوي ابن ابوي ابو خالد ما ينقسم هذا بالحال، الولد بيموت. يا ابو خالد امزح امزح يا ابو خالد امزح. لا 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 يا هلا بالغالين، يا هلا بالزينين، كيف حالكم؟ الحمد لله. طيبين؟ من وين انتم؟ من سكاكه. من سكاكه، يا هلا وغلا. وهلا هلا بالشيخ، شلونك؟ طيب؟ خذيت حلاو؟ معك حلاو؟ الله يحفظه، الله يحفظه، الله يصلحهم ويخليهم لكم، الله يحفظهم يا رب. يا بعد حي، الله يسعدكم ويصلحهم يا رب. تابعونا؟ الله يعطيكم العافية، الله يوفقك. 70 باليوتيوب. 600 صح. ما شاء الله. اشكره. الله يصلحهم يا رب، الله يخليهم يا رب. أي شخص فيه لتغة، كلامي هذا يهمك. صادق أخوي فيصل يقول لك شفت ويا ضاري حرف الراء متعبك شوي. للأمانة كان متعبا. الآن لا، الحمد لله تعايشت مع الموضوع، صار الموضوع عندي عادي.
حرف الراء لحاله أنطقه، ولكن إذا صار بوسط الكلام يتعبني شوي. سابقا يا جماعة الخير كان الموضوع محرج لي، خصوصا لما يسألوني يقولوا شو اسمك، أقول لهم ضاري وحرف الراء ما أنطقه زين، ويرجع يعيد علي السؤال يقول شو اسمك ما سمعتك، فكنت أنحرج وتضايق لدرجة ما كنت أبي أتكلم. بس عززت ثقتي بنفسي اللهم لك الحمد، وصرت خلاص تعايشت مع الموضوع. فرسالة يا جماعة الخير اللي فيه لتغة فيك أي عيب، ثق بنفسك وتأكد ما في أحد كامل، الله سبحانه وتعالى هو الكامل. عندي لغز لعياء وأتحدى اللي جاهو. يا عيال خلكم جاهزين. يقولك وش هالشي اللي ما له عقل ولا له لسان، طيب ومع ذلك يقول الحقيقة. أيوة ما له عقل ولا له لسان. الحكم مالك روح جوع. غلط جوع. غلط ابو خالد نجيب افكر. عقل ولا لسان ويقول حقيقه، عاد هذه سهله ابو خالد. النظاره. لا غلط. سمع. غلط. ابو ناصر اصبر انت طلعت ببالك صراحه كل شيء له عقل. ساعه ساعه. لا غلط. ابو خالد جيبه. العقاب. العقاب. لا غلط. ما شاء الله يا جماعه الخير، عم زيك يقول تعال بوريك حاجه. وشي هذه؟ ثوم زرعناها قبل يمكن اكثر من 6 شهور. حلو، نبي نشوف هي انت جس معانا ولا لا. هي فص ثوم هذه الصغير الراس. اي زرعناه. وهذه شوف ما شاء الله تبارك الله. نبي الحين نطلع ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. نجحت ولا التجربة نجحت ولا لا؟ يلا يا جماعة الخير نبي نشوف تجربتنا نجحت ولا لا. والله نقول ان شاء الله. عم مزيكا ترى انا اثق بك ان شاء الله. يعني تطلع فص ثوم ثومة؟ تطلع كبيرة. لا ما اتوقع. لا لا ما اتوقع. ان شاء الله. شوف اذا نجحت طلعت كبيرة، اذا ما نجحت طلعت بس عروق. فيا رب نقول تطلع. ما بس حرام والله حرام. عيل عيل عيل. يعني تعتبر ناجح ولا لا؟ تعتبر ناجح. بس شو هذه في الصدق؟ بس انه ما طلعت. طيب شلون طلعت هذه؟ هاي طلعت الحين ثوم هذا؟ هذه اشتريت ثوم. طلع عليك. الحين هم يزرعون، لو يزرعوا الفص هذا يطلع عقبينها. يا جماعة الخير يعني كم يبيله هذه خليها؟ 6 شهور. طيب احنا لا 6 شهور ماشي للاسف، ممكن بخليها بعد اكثر بس ما توقع. خلاص يلا تجربه فاشله. تحدي يا جماعه الخير على 100 ريال. جاهزين يا عيال؟ جاهزين. اسرع واحد يطق الجرس راح يكون عنده الجواب. راح اسال اسئله حيوان نبات جماد بلاد، مسابقه بسيطه. طق الجرس تعطينا جواب، اللي بيجيب 5 نقاط هو الفائز، اللي بيطق الجرس وبيجاوب غلط يطلع برا. ممتاز. واضحة؟ واللي يفوز بالمية. اللي يفوز ياخذ المية. جاهزين يا عيال؟ جاهزين. بسم الله. اسم بحرف الباء. بدر. يا سلام. بلاد بحرف النون. نرويج. ثاني نقطة. يا سلام. حيوان بحرف الثاء. ثعلب. سلام. نبات بحرف اللام. ليمون. ثالث نقطة. ما شاء الله. فواكه هذه. ثروات. نبات هذه. جماد بحرف الباء. ها جماد بحرف الباء. بطانية. يا سلام. اسم بحرف الكاف. كنغة. سبحان الله. رابع نقطة. اطلع برا. اطلع برا. كنغر. كنغة. حيوان مو اسم. ايه حيوان. لا انا قلت اسم. قلت حيوان. تطلع لكن غلش. برا برا برا. 100 ريال لأول شخص يجيب 5 أجوبة صحيحة. جاهزين؟ جاهزين. اسم بحرف الألف. أحمد. سلام. نبات بحرف اللام. ليمون. ليه. يا سلام. اسم بحرف النون. ناصر. يا سلام. حيوان بحرف الكاف. كنغة. اثنين. يا سلام. نبات بحرف الثاء. ثوم. ثلاثة اثنين. جماد بحرف الميم. مركب. أربعة اثنين. ما شاء الله.
بلاد بحرف الألف. السعودية. الله ألف مبروك ألف مبروك أردلك أردلك. بكل نرجسية أخبرنا عن شيء تحبه في نفسك، اكتبوا لي بالكومنت وأنا بسأل عيال. أبو خالد يا هلا. بكل نرجسية أخبرنا عن شيء تحبه في نفسك. أحب كل شيء نفسي، كل تفاصيل، كل شيء. وانت بناصر أثق بالنفس وأثقم من نفسي. كفو. يا سلام. وانت عم مزيكا صوتي، تحب صوتك. يا سلام. وانت صيد. أنا كرم الزايد، كرم الطارق. ها وش تبي؟ تعرف هذا وش؟ 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 هذا مايك. طيب أبيك تركب هذه بجوالك. هي وأنا بروح بسوي مقلب عند فيصل، وش يكون الصوت هنا؟ أبيك تصور من برا، يمكن أصواتنا ما تكون واضحة. زين. تسوي لك جري أنت. أيوة. بسوي مقلب فيصل. طبعًا أنا ما راح أسمع. هذا ما يخلوه عندي. طيب شو أسمعك أنا؟ شو؟ ما تسمع من هذا؟ أسمع عاد مو سماعة. لا 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 لا. أنا شو أسمعكم؟ بعد ما يخلص المقطع تسمعنا. يعني ما أدري شو تسووه. ما تدري. مقلب. الله يستر. خلاص. يلا. تم. إيش بكتب هذا الجواب؟ هذه. إيه. شغل المايك. طيب بس خلنا نسوي تست. يلا تكلم تكلم. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا ظهري، كيف حالك؟ والله كويس. صوتك واضح اتوقع. ايوه الصوت واضح اكيد، انا مدربهم بالبيت. اصبح الناس ما. الو. هلا هلا يما. تبون خبز؟ مشكلة ما اسمع. بس خبز؟ لا ماني فاضي. لا ماني فاضي، بلع فيفا تو بسهر معي. مش فاضي، ما عندك شيء. يا يمه بعدين. يا يمه الله يرحم والديك. يا ولد وش اللي يرحم والديكم؟ قم يمه كلمت بعدين. دقائق ايش فلاح؟ قم يا اخي زعجتنا هاي كل شوي تدق. شو مقلب 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 والله مقلب مقلب والله مقلب والله مقلب والله مقلب هذه صبر شوف صار يصبر مقلب لا لا ايش بلاك تقول لي لا لا والله ايش منك قلت انه مقلب ما هي عامله. يا منحه والله عامله. اي والله مقلب. انا جيت انا وساد الله يهديك. حاله الله يهديك هاي بتكسير. يا ليتني مصوري، يا ليتنا مصورينه. وش جيتك وساد؟ خمست بهذا. يلا عامله عدل الوالدي. كفو كفو. اول بعمار الحيي. امين امين. يا بغال الحال. وش غسات اليوم؟ الله الله في والديك، والله ان واحد منهم يساوي الدنيا وما فيها، وان واحد منهم تفقده ان تظلم عليك الدنيا وما فيها. لا تسأل واحد عنده والدي، يسأل واحد مجرب والديه فقدهم. والله ان الدنيا تظلم عليك، والله انك تشعر انك وحيد لو انك رجال وشاب دقنك. والله ان الوالدين شيء عظيم جدا، برك بهم ترى متعة في الحياة هذه، برك فيهم يدخلك الجنة رغما عن أنفك، برك بهم سعادة لك وإن كنت أتعس الناس. فرسالة اليوم أحرص على والديك.